بدافع الشهوة والغريزة الحيوانية. أحد الأشخاص حاول ممارسة الرذيلة مع امرأة معلمة في الديوانية ناحية السدير، كان في شهر رمضان المبارك، والامرأة كانت صائمة وحامل، امتنعت، لكن هذا الرجل استصحبها إلى شط السدير، وبهذا المكان أغرقها وقتلها خلاص. تابعوا هذه القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عام 2021 في شهر رمضان المبارك، معلمة اسمها مريم خرجت من مدرستها إلى الشارع، تريد تأخذ تاكسي سيارة أجرة وتذهب إلى بيتها. جاءها رجل ودق لها هورن تلكس، صورته أنه هذا يعني سيارة أجرة واستأجرته، ولكن بالطريق بدأ يلمح لها وبدأ يتكلم وياها، يريد يقنعها يمارس الرذيلة وياها. طبعا كان في شهر رمضان المبارك والامرأة صائمة وحامل، امتنعت. أثناء الطريق وهي راكبة بالسيارة حثت مشاجرة ما بينها وبين هذا السائق، لكن بالأخير أخذها إلى مكان قرب شط السدير، وبهذا المكان نزلها من السيارة هذه عنوة غصبا عليها، نزلها من السيارة هذه وأخذها إلى الشط، أخذها إلى الماء وأغرقها بالماء. ولكن سبحان الله دم المسلم ما يروح، المرأة صايمة وحامل، لكن يعني غريزته الحيوانية جعلته إنسان فعلا حيوان. عندما أغرقها بهذه اللحظات مروا من يمه 3 أشخاص من الجانب الآخر، شافوه بالمي فاستفسروا من عنده، شكوا بالمي، قالهم هذه امرأة غرقانة غريقة. ما قال لهم انه يعني اني او قاتلها او شيء، لكن اخذوا اجوا وياه واخرجوا هذه جثة المعلمة، فعلا كانت متوفية. راحوا الى مركز الشرطة، مركز الشرطة اخذوا افاداتهم، قالوا احنا شفناه بالمي هذا الرجل. اتعمقوا بالتحقيق وياه، واخر شيء اعترف صراحة وعلنا بفعلا بجريمة القتل، طبعا وكان مخمور. راح اترك لكم المقابلة اللي اجراها مع الخبير القانوني علي الحيدري، واضافة الى هذا كشف الدلالة وشلون قام باغراقها وقتلها هذه. نهاية القصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو حاليا امامكم. نعم خلي نسمع من عنده. اشرح لنا انت اليوم انه هذا الجريمه شلون ارتكبت؟ شنو الدافع اللي اول شيء انت تعرفها لهي المعلمه؟ استاذ انا ابني اصلا ما اعرفها. تمام، انت اول شيء شنو؟ اول شيء خلينا نبدا من الاول حتى الساده المشاهدين يعرفون شنو الجريمه صارت. حقيقه جريمه هي في محافظه الديوانيه ناحيه السديار، المتهم الماثل من قام بعمليه قتل المعلمه. اللي المعلم اللي قبل اذا مر بالشارع احنا ندنك ونمر من غير مكان، اليوم ينقتل ينقتل وبدماء بارده، راح تشوفون شلون بارده. اول شيء انت تشتغل سائق؟ انا عسكري. عسكري، شنو اللي عندك سياره اجره؟ عندي سياره وبوقتها طلعت اريد اجي هنا للديوانيه ابيعها، يعني متفق عليها قبل يوم انه اريد ابيع السياره. فطلعت الصبح كنت سيد بحاله السكر وبالطريق صادفتني بنيه شريت لي قالت لي تاكسي، قلت لها وين؟ تعرف البنيه قبل بساعه انت؟ لا لا استاذ ما ابدا ما اعرفها. نعم قالت لي تاكسي، قلت لها وين؟ للسدير. صعدت بالطريق استاذ يعني ظليت ما اعرف شلون دفعت على البنيه دون اي فكر. ايش قد الوقت من صعدت لحد ما تمت الجريمه؟ استاذ الوقت كان ما قرب ثلث ساعه ربع ساعه هيك. يابا نفس تسهق نفس اللي الله احتار يا الله خلقها، تجي انت ب 30 دقيقه باقل ب 20 دقيقه مو تقتلها بدم بارد. نعم كمل. استاذ فورا ما اغلقت ابني صحيت على نفسي انتبهت ندمت. شنو صحيت لك؟ شارب انت؟ نعم استاذ. كنت شارب ساعه الحادث؟ نعم استاذ. ها شنو شارب؟ يعني مخدرات كحول؟ لا كحول. كحول نعم. فبنفس اللحظة يعني انصدمت انه انا سويت هي الجريمة، اول مرة يصير عندي هي سالفة. ايه؟ لا عندي سابقة قبل. المهم. ولا عندي اي اشكال. فبلغنا الشرطة. لا 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 بعد كمل لي. اجيت سيارتك وصلت سويت شنو قلت لها؟ شنو صار؟ شلون صار الحادث مو راسن؟ اخذتها قريب على مكان منطقتنا كان نهر. فحكيت وياها. رد من عندها شنو؟ انه مارست فعل الجنس، يحكيها هيك. نعم استاذ. اي خلينا نعرف ان نعم قتلك بدافع دنيء، هيك يقول. نعم استاذ. خلينا نعرف. اي. نعم استاذ. كان تقول انا صايمه و صايمه؟ اي. بشهر رمضان. العمليه صارت بشهر رمضان استاذ علي. نعم. فصار شجار بيني وبينها وقتلتها ودبيتها بالشط، يعني بالحافه مال النهر. من خصتك استاذ علي. نعم المعلمه لما وصلت وياك النتيجه انه انت تريد تمارس هذا فعلك الحيواني وياها حاولت انه تغويك بحيث تريد تتخلص منك. نعم سيدي. مو طلبت من عندك؟ طلبت من عندك ايش قالت لك؟ مو قالت لك بس يخلص رمضان انا اجيك واعطيك رقم تليفوني. رادت بس تخلص منك. نعم سيدي. انت من قالت لك هيجي درت عليها للباب الثاني و نعم واخذتها. لما تقول انت هسه الاستاذ علي انت اخذتها من رفضت هذا الموضوع وشاجرت وياك وهي من ما قالت لك اني هي متزوجه وكانت حامل من قالت هيك رادت تحرك عندك الشعور انه تقول لك اني احنا تدري هي امراه معروفه من عائله شريفه من رادت تقول لك انه اني ما متزوجه حتى تبعدك حتى شويه يعني تصحيك اخذتها انت بدم بارد نزلتها و نزلتها بالنهر مو صحيح؟ نعم سيدي. سولف للسالفه. تدري انت هسه شنو هذا العرق ده يطلع من عندك هذا؟ تشوف انت تعرق هسه مو صحيح؟ ليش؟ نعم لان هذا ذنب ما يغتفر نهائيا. صح؟ شوف اولا في شهر رمضان. اثنين المراه حامل مو؟ ثلاثه استعمل الطرق احتياليه بالقتل انت. كمل هسه وصلت انه لحد النهر، ايش سويت لها؟ اي سيدي. قتلتها ودبيتها بالشط بنفس اللحظة. يعني غرقتها أنت لحد ما ماتت بإيدك وقفتها؟ نعم. لو شلون لو هيك شلون طريقة نعم وسط فيها؟ راح نطلع كشف دلال راح نشوف. نزلتها بالنهر. إيه. وخنقتها بالنهر ولحد ما ماتت نات فاجأت أنا ظليت شلون تقول مصدوم. نفس اللحظة استاذ تندمت واتصلنا بمركز الشرطة. بعد ما كملت جريمتك مرة وثلاث أشخاص. من يمك ودونت اقوالهم عندنا بالقضيه فانت تفاجات بيهم صح؟ لا استاذ ما شفتهم الاشخاص ما شافوا وجهت انا صح بس انت شافوك بالنهر شافوك بالمكان مو صحيح؟ نعم استاذ شافوك بالمكان فانت ايش قلت لهم؟ قلت لهم هذه غرقانه نعم صح؟ نعم سيدي يعني بما معنى لو ما الاشخاص دول مارين كان الجريمه مالتك يعني ما كشفت لكن هذه امراه صائمه زين وشريفه الله راد يطلع حقها بناس يجون يساعدونا بكشف الجريمه.
طبعا لان هذا انت مسلم شوفوا شهر رمضان احنا قلنا اذا انت عندك اطفال؟ نعم استاذ ايش قد؟ عندي ثلاثه بالمدارس؟ بالمدارس مو هاي هي اللي تدرسهم؟ مو هاي الست هذا يعني زين انا اسالك انت متزوج وعندك اطفال مو؟ نعم تقبل انه واحد في عرضك في زوجتك في وضعك يسوي هاي السؤال اللي سويته انت؟ استاذ ما حد يقبل هاي السؤال ما حد يقبل عاد ايش قبلت انت على نفسك؟ تعرف انت شنو ينتظرك من عقاب؟ تدري انت المال 406 على واحد على 1000 شنو هي؟ اخي المشكله بعد شنو الفائده؟ يعني شنو نحكي؟ بس انت راح تكون مثل لغيرك يعني حتى الساده المشاهدين هم يعرفون انه يعني هيك وضع هيك شاب يشتغل عسكري قد راتبك؟ 1,400,000 وراتبه 1,400,000 وناس غيره كاتر هالضيم تعيين ما محصله على كل نادم انت هسه؟ ايش تنصح الشباب مثلك؟ نادم وانصح جميع واحد انه عنده نيه يتعارك يشاجر ويا احد يدفع الشيطان يتعود الشيطان ويتراجع عن هذا الموضوع يعني انت لو واقف واحد غيرك هنا وانت تباعه على التلفاز يعني تاخذ في نصيحته انت مثلا لو قايل تاخذ لعد ما اخذت نصيحه رب العالمين رمضان هذا مو انا اقول القران يقول قتال بين المسلمين بين غير المسلمين بين الكفار هم ما يجوز بي صح لو خطا حامل وشهر رمضان ما اعرف شكل ما اعرف تفضل احكي لنا شلون صارت الجريمه. استاذ نزلت هنا اي جيت جبت البنيه هنا بيدي سحبتها واصريت على اول شيء انت جبت بالسياره صح؟ نعم استاذ. وين السياره وقفتها؟ اشر اني اقول انه على الشارع على الشارع ايه. شلون نزلت وياك؟ يعني بتمشي تسعى على ساحل انت؟ نزلت مشيت قالت وين رايح بيها؟ قلت جريت النوب اي قاومت راح ترجع اصريت عليها انه اجيبها للنهر. نعم وصلت ايه. النهر، شلون طريقه انه خليت راسها بالنهر؟ خنقتها منا خنق ونزلت طريقة منها الخنق منا لو كانت تحت كنت أول ما أول ما جريتها منا من السيارة السحب النوب لين امتنعت نعم قبض عليها قبض وسحبها سحب تمام وصلت إلى حد النهر خليت راسها بالماي مو قد بقت بالماي تقريبا خمس دقائق ست دقائق ما فكرت وهي راسها بالماي إنه أنت تعفي عنها ولا هو مو عفى هذا شو عفى شو ولا حياته ولا شيء هذا فد الله 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 كتب لنا بالحياة مو نعم صح ما فكرت انه تعفو عنها انت ولو هي صارت العفو هم بيد المجرم مثلكم وامثالك مو صح لو خطا على كل ما 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 سويت هذا انت تعرف انت قتلت نفسيا نفسيا انت حامل هي التقرير الطبي ده يقول حامل هي صح ما اعرف سيدي هي حامل بس هي قالت لي انا ما متزوجه طبعا حتى تدفع البلاء هي عنها قالت لما بلكي تحرك بيك المشاعر انه تتركها لان هي لو ما كانت امراه عفيفه ما تقول لك هذا الشيء وهي اعتقد انه رادت يعني توهمك من قالت لك انطيني رقمك كذا تريد بعدك وتقول لك انا صايمه ورا رمضان انت اثناء مراحل التحقيق قلت عرفت انا انه ما دام قالت لي شيء راح تشتكي علي ويعرفوني تعرضت انت للتعذيب اثناء التحقيق وياك؟ لا ما تعرضت قبل ما حد كما هو مو؟ نعم استاذ كما هو تحقيق طبيعي واعترفت تعرف ليش؟ لان قضاتنا مجلس القضاء الاعلى متمثل بالدكتور فايق الزيدان انه اختار قضاة تحقيق اصلاء ووزير الداخليه اختار ضباط ومن فيهم السيد اللواء الحاضر تمام راح يجيبك انت وغيرك واي جريمه تصيرهم راح تجي صح لو خطا صحيح. نادم انت نادم كلش نادم يعني مو شلون انا اول مره تصير هاي الحاله عندي ايه؟ ما لي سابقه اعتلاض حتى مشاجره ما عندي والله سياده اللواء هاي توكل